اللي نجحني على دخول المجال ده اصحابي يعني. كانوا هم كانوا مصرين جدا ان انا اغني يعني. انا قلت لهم انا يعني انا مش ما بلاش وخلونا في التعليم وكده، لان انا والدي كان ما بيحبش الغنى وبتاع الكلام ده، فكان عايزني اغني، كان عايزني ما اغنيش. فابتديت صحابي يشجعوني وبتاع لحد الثانويه العامه، وبعد الثانويه ربنا كرمني رحت داخل الجامعه وخلصت والحمد لله يعني كده. الحمد لله رب العالمين. الغناء الشعبية زي ما هي رقم واحد وبتتسمع في كل الفنادق بتاعت مصر، الاي كلاس كلها والبي والسي كله بيسمعوا الغناء الشعبية، اكبر دليل نجاحاتنا الحمد لله رب العالمين. السؤال المعتاد في غنوة المهرجانات دي، الغنوة دي بالنسبة لي غنوة لطيفة جميلة، الناس بتحب تسمعها، مش مربوطة بالفن الشعبي ولا حاجة، هم لول لوحديهم وعاملين عاملين منهج لنفسيهم وبيجيبوا كلام يغنوه، وهو اساسا الغنوة اساسا بتاعتهم معتمدة على البيد، ملهاش علاقة، ما بتحطش مزيكا ولا اي حاجة، بيدو بيرص عليه كلام رابر، انا مسميها الراب الشعبي المهرجانات. بالنسبة لجائزة الميمة دي انا خدتها 4 مرات الحمد لله رب العالمين، اللي هي ميدل ايست بتاع الاستاذ احمد حميد يعني، الحمد لله رب العالمين، والاستاذ وائل واستاذ نادر. انا عن نفسي الجائزة دي بتديني دفعة لقدام ان انا لازم اطور، لازم ابقى موجود، لازم اعمل جديد، لازم الناس تبقى مبسوطة، لازم يبقى عندي فيوهات عالمية موجودة، لازم يبقى عندي اكتر من 50 غنوة عند عم احمد السبكي موجودين، لازم اكون ظهرت في 30 فيلم عند عم احمد السبكي، لازم يبقى عندي على اليوتيوب 2,500,000 مشاهدة، المطرب العربي الوحيد اللي في العالم عنده كده، لازم كده. الجوائز دي بتديك دفعة لكده، لازم تبقى كده، لازم تعمل اللي يرضي الناس.